هذه اليومين العالم كله بيتكلم عن لقاح أكسفورد أسترازينيكا، فاللقاح اللي بتنتجه شركة بريطانية سويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ممكن نقول أنه صار مغضوب عليه، وتحديداً في أوروبا وفي جدل حوله. الأزمة فعلياً بدأت الأحد الماضي وقت ما أعلنت النمسا عن وفاة امرأة نتيجة تجلط الدم بعد 10 أيام من أخذها التطعيم، وعليه قررت البلاد أنها تعلق استخدام مجموعة معينة من أسترازينيكا بشكل جزئي اسمها ABV 5300. وبعد يومين ليتوانيا وإستونيا ولوكسمبورغ ولاتفيا كلهم دفعة واحدة قرروا أنهم يعلقوا استخدام نفس المجموعة اللي كانت أوقفتها النمسا. وبعد يومين ثانيين أسترازينيكا كمان تلقى ضربة جديدة، فالدنمارك قررت تعليق استخدامه لمدة 14 يوم بعد وفاة دنماركية أخذت جرعة من اللقاح قيل إنه سببت لها جلطة دموية. وفوراً بعد ساعات من قرار الدنمارك طلعت أيسلندا كمان وأكدت أنها هي كمان قررت تعلق استخدام اللقاح، على الرغم من أنه ما كان عندها أي تقارير عن حدوث جلطات دموية للأشخاص اللي أخذوه. وبالمناسبة في نفس اليوم النرويج هي كمان اختارت أنها تعلق التطعيم بأسترازينيكا لكن لفئة عمرية معينة وهي كبار السن تحديداً. وبعد كل هذه الضربات المتتالية لأسترازينيكا طلعت وكالة الأدوية الأوروبية ودافعت عنه بجملة واحدة: فوائده أكثر من مخاطره. وحثت الوكالة على الاستمرار في إعطاء اللقاح حتى تنتهي التحقيقات عن ما إذا كان فعلا بيتسبب بجلطات دموية أو لا. كمان حملة التشكيك اللي صايرة دفعت مدير منظمة الصحة العالمية لحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا. من المهم التذكير أن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود رابط بين اللقاح وتجلط الدم، وأنه يمكن الاستمرار في استخدام اللقاح. في الأثناء تعمل لجنة استشارية تابعة للمنظمة معنية بنظام سلامة اللقاحات على تقييم التقارير حول لقاح أسترازينيكا. وما عدت 24 ساعة على طمأنة الصحة العالمية حتى طلع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وأمر بتعليق كل تطعيمات أسترازينيكا. وبعد يومين وفي 14 مارس انضمت هولندا وأيرلندا لمعسكر المقاطعة اللي حاليا في 20 دولة، فغير اللي ذكرناهم كمان في البرتغال ورومانيا والمقاطعين مو بس دول أوروبية بل حتى بينهم فنزويلا وإندونيسيا وتايلند معهم أيضا. وبالمناسبة تايلند أجلت وزارة الصحة فيها من أي حملة التطعيم بأسترازينيكا بسبب مخاوفها من أنه يصير مع الشعب نفس اللي صار في أوروبا. بس قبل ساعات طلع رئيس وزرائها وعشان يشجع المواطنين طلع وطعم قدام الكل بأسترازينيكا. طيب كمان كان في دول زي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا كانوا من بين الدول الأوروبية اللي واقفة في صف أسترازينيكا وفعليا ما عندها أي أسباب توقفه، معتمدين على توصية الوكالة الأوروبية للأدوية ومستمرين في التلقيح. لكن بالأمس هذه الدول الأربعة كمان غيرت موقفها وانضمت لقائمة المقاطعين لأسترازينيكا من باب الإجراء الاحترازي. الجدير ذكروا أنه في دول حتى الآن ما زالت متمسكة بأسترازينيكا من بينها أستراليا وطبعا أكيد بريطانيا، حيث دافع رئيس الوزراء بوريس جونسون عنه وقال أنه آمن والحكومة معطية ثقتها التامة. أيضا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب كمان أكد اليوم على نفس هذه النقطة. إنه آمن، يجب على الناس الحصول على هذا اللقاح، وأعتقد أنه كان واضحا جدا سواء من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الجهة المنظمة في المملكة المتحدة أن مخاطر أخذ اللقاح على سبيل المثال تجلط بالدم بشكل عام لا يوجد خطر إضافي على الأدلة التي رأيناها، وهذا هو السبب في أنهم سمحوا للقاح ولم يتخذوا أي إجراء آخر. وقال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد سبب لتعليق أخذ
تنفيذ اللقاح أو طرحه، وهذا بحد ذاته ردته منظمة الصحة العالمية. لذا فإن هذا اللقاح آمن. نحن نحترم العمليات والإجراءات التي قد تتبعها بعض البلدان الأخرى، لكن اللقاح آمن، ويجب على الناس بالتأكيد الاستمرار في تناوله لحماية أنفسهم وأصدقائهم وعائلتهم. طيب هنا الآن خلينا نتكلم على بعض النقاط الأخرى. أسترازينيكا بيعتبر واحد من أرخص اللقاحات، لو مو أرخصهم فعليا، فسعره بيبلغ 3 دولارات للجرعة. كمان بيتميز اللقاح بسهولة حفظه وإمكانية إنتاجه بكميات أكبر مقارنة باللقاحات الأخرى، بس بالذات فكرة تمسك الشركة كمان ببيعه بتكلفة إنتاج بتناسب الدول الفقيرة. وانطلاقا من هذه النقطة طرح السؤال، هل اللي بيصير مع أسترازينيكا ناتج عن مخاوف طبية حقيقية قرار مهني وإنساني، ولا هو يعني أسباب دعائية وسياسية؟ ينضم إلينا من كامبريدج في ماساتشوستس الأمريكية عبر زوم دكتور إسلام حسين، مختص في علم الفيروسات. أهلا فيك معنا دكتور إسلام. يعني حكومات بدأت باستخدام أسترازينيكا، والآن الحكومات وتحديدا يمكن أكثر النسبة الأكبر اللي هي الدول الأوروبية، فالواحد بيصير بيتساءل هل اللقاح فعلا في مشكلة؟ تمام. هو يجب أن نلجأ إلى في الحكم على القضية نلجأ إلى الأدلة العلمية. بالضبط. الأدلة العلمية المتاحة لنا حتى يومنا هذا بتقول إنه اللقاح آمن، ولا توجد أي علاقة سببية بين الجلطات اللي تم رصدها في أوروبا وبين استخدام اللقاح. إيه هي الأدلة اللي بنعتمد عليها؟ 3 أنواع من الأدلة. الأولى هي نتائج التجارب السريرية اللي حدثت في العام الماضي، وتم فيها مقارنة مجموعة من الناس يقدروا بالألاف أخذوا اللقاح مقارنة بمجموعة أخرى أخذت لقاح وهمي. ما كانش فيه أي ازدياد في معدل حدوث الجلطات في المجموعة اللي أخذت اللقاح. ده الدليل الأول. الدليل الثاني هو النتائج اللي خرجت لنا من بريطانيا. بريطانيا عدد الجرعات اللي تم توزيعها من لقاح أسترازينيكا في بريطانيا تقريبا ضعف عدد الجرعات اللي استخدمتها الاتحاد الأوروبي بأكمله. أيوه. بريطانيا حتى يومنا هذا مع متابعتهم الدقيقة للناس اللي أخذت التطعيم بتقول إنه ما فيش ازدياد في معدل ظهور جلطات الدم. النقطة الثالثة والأخيرة في الأدلة العلمية اللي بتدعم أمان اللقاح إنه جلطات الدم بتحدث بشكل طبيعي بصرف النظر عن وجود اللقاح، يعني ليها معدلات طبيعية تحدث بين الناس في غياب وجود اللقاح. الإحصائيات بتقول إنه تقريباً بتحصل بمعدل 1 في كل 1000 شخص في العام الواحد، وبيزداد المعدل ده مع كبار السن. أكتر ناس أخذوا لقاح أسترازينيكا وجميع اللقاحات هم من كبار السن. صحيح. دي حاجة. لو افترضنا أنه 17 مليون شخص أخذوا لقاح أسترازينيكا في أوروبا وبريطانيا، فلو بناء على الإحصائية دي فإحنا نتوقع حوالي 17 ألف شخص من 17 مليون ممكن تظهر عندهم جلطات. كم حالة دلوقتي تم رصدها في أوروبا وتسجيلها بناء على تصريح الوكالة الأوروبية للأدوية؟ 30 حالة. طيب نفترض أنه إحنا اللقاح دلوقتي بيستخدم بقاله 3 شهور تقريباً، فاحنا ممكن نتوقع حوالي 4250 حالة تقريبا في خلال الثلاث شهور دول ممكن انها تظهر. لو زادت عن الحد ده ممكن احنا نعتبر ان اللقاح فعلا نشك ان في مشكلة. فانا اعتقد انه اجراء احترازي، واعتقد انه هو مبالغ فيه بعض الشيء. ما هو أصلا كمان صارت الناس الآن بتقول أنه هذا الإجراء كمان ممكن حيسبب مشاكل، لأنه إيش البديل اللي أمامهم إذا العالم كله لسه بيقدم طلبات؟ إذا اللي ما قدموا بدري الآن لسه في ورطة يعني. بالضبط. هو كمان بيهز ثقة الناس في اللقاح في وقت إحنا في أمس الحاجة ليه، وإحنا دلوقتي بدأنا في موجة ثالثة. فأنا يعني هو توقيت سيء جدا إن إحنا يعني نخلي الناس تتردد في أخذ التطعيم في ظل غياب دليل قوي بيدعم إنه اللقاح لا قدر الله يتسبب في مشاكل. طب بس الآن إحنا الآن يعني أمام كثير من الأسئلة على هذه المواضيع أو الجدل المثار حول اللقاح. هل هي نقدر نقول مثلا تنافس بين شركات؟ هل نقدر نقول إنه في أسباب سياسية بين الدول بتسبب هذا النوع من السمعة للتطعيم؟ هو طبعا كل النظريات دي مطروح على الساحة. يعني أنا ما عنديش دليل بيدعم أي منها، لكن يعني أنا دايما بما أني ساينتست يعني بلجأ دايما إلى الأدلة العلمية، ولكن كل النظريات السياسية المحيطة بالموضوع أعتقد أنها
it makes sense. يعني في اللقاح سعره في المتناول سعره رخيص وممكن يكون في يعني أطراف أخرى من مصلحتها أنها تسيء بسمعة هذا اللقاح. ولكن الشيء العجيب في الموضوع إنه دول أوروبا بالأمس قبل الإعلان عن المشكلة دي كانت بتتنافس ما بينهم إنهم يحصلوا على اللقاح، كانوا يعني حتى بيمنعوا شحن اللقاح جرعات من اللقاح إلى خارج الاتحاد الأوروبي. فبين يوم وليلة هل تحول الموضوع من إنهم كانوا مقتنعين تماماً إنه اللقاح ده ممتاز وهو اللي هيحل لهم المشكلة بسبب عدد الحالات البسيطة اللي وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يكفي للحكم على اللقاح، منظمة الصحة العالمية اتفقت معها، الجمعية الدولية لأمراض تجلط الدم خرجت ببيان قالت لا داعي للقلق يجب أن نستمر في استخدام التطعيم وعدد حالات التجلط لا تبرر إيقاف استخدامه. يعني مشكلة معقدة، أنا ما أقدرش أقول إنه في حد متآمر، لكن النظريات كلها منطقية.